نعم. سنة 2008 أنا أول مرة جيت وبعض الرفاق تذكروا وفكروني من 2008 أنا جيت 6 و7 بعد المعتشابي وبرا المعتشابي وبعد المعتشابي. أنا ما نجمش نبدأ مباشر في كوم العرايس من غير ما نتفكر رفاقي رفيق أحمد إبراهيم رئيس المسار الديمقراطي الاجتماعي ورفيق جنيدي عبد الجواد اللي معاهم هما كنا مباشرين في أصعب اللحظات في أحلاها وقت كانت رفاق الناس والأهالي في كوم العرايس والضيف يقوموا في نضالات شجاعة الشعب وشعار من الشعارات اللي ريتها للناس عند المعتصمين في جريده الطريق الجديد في بريك 2008 ابناء الشعب في الخيام واموال الشعب في القصور. الثوره هذه اذا كانت قامت باش اموال الشعب ما تبداش في القصور وابناء الشعب ما يبداوش في الخيام. قامت باش مع الديمقراطيه السياسيه احنا نشوفوا في انتخابات ومجلس تاسيسي وكل تكون فما ديمقراطيه اخرى. ديمقراطية اللي تنبني على العدالة الاجتماعية، تنبني على المساواة واكتساب الثروة. الشيء هذا اليوم الشيء اللي قاعدين الوضعية اللي قاعدين نشوفوا فيها، الشيء هذا ماهوش موجود. احنا اليوم إذا كان فما كلمة نحب نقولها، إذا كان فما شعار نحب نلفوه، نحب نقولها راهي تونس للجميع. راهي تونس للناس الكل. تونس للناس الكل في جانبين. تونس للناس الكل اللي ونحيي جميع رفاق والاصدقاء ممثلي الاحزاب الصديقه اللي حاضرين معايا. اللي تونس كل اولادها، كل بناتها. احنا ضد منطق العنف، ضد منطق الاغتصاب. احنا مع التواجد جميعا، مع العمل جميعا من اجل مصلحه الوطن. تونس للجميع كذلك، اي انه كل ابناء تونس، كل بنات تونس عندهم تكون عندهم حظ في تونس. كل ابناء تونس، كل بنات تونس في جميع المناطق لازم يحسوا هذه تونس. لازم يحسوا حاجه اللي الشعور اللي مش في المناطق. عاش هما المناطق الاداريه والمناطق الكل الشعب التونسي الكل قاعد يعيش في وضعيه تهميش في مناطق اكثر من مناطق اخرى. اللي تونس الشعور هذا بالانتباه لازم يكون محسوس من عندنا الكل. كيفاش يكون محسوس؟ يكون محسوس عن طريق المجهود اللي تقوم به المجموعة الوطنية، المجهود اللي تقوم به المجموعة الوطنية لفائدة كل أبنائها، لفائدة كل بناتها، لفائدة كل مناطقها، وهذا اللي كان ثم فشل من 14 شهر في الهلال. الفشل هو خصوصا على المستوى هذا، لأنه المطلب بتاع الكرامة، لأنه المطلب بتاع العدالة الاجتماعية هو مطلب لم يتم التوصل إلى تحقيقه. لانه صعوبة الوضع الاقتصادي اللي قاعدة تمس في اخواننا الكل، في التوانسة الكل، قاعدة تمس فيهم بكل عنف، بكل شهادة، نقول من كيف تكون ثم حتى مجهود، مجهود يقول لك نقصوا في الأسعار، لا هي بهذا الكعب اللي يقول نقص منهم 5 غرام، دور 5 غرام مش نقص منهم في الكعب اللي يقول ثم مجهود يعطيك الصحة للضغط على الأسعار، لا هي قصد الضغط على الأسعار، عارف أنه عامة الطماطم يرقص بما أنه منتج والفلفل يرقص بما أنه منتج يرقص. لكن إذا كان البترول قاعد على المستوى الدولي السوق بتاعه قاعد يرقص والثمن بتاعه في تونس قاعد يزيد، وين المجهود؟ احنا طالبين من الأشياء اللي طالبينها الحوار الوطني مش فقط على المستوى السياسي بين الأحزاب السياسية، احنا طالبين هبة اجتماعية حقيقية. الثورة في المعاني بتاعها تصورنا راهو دائما هو تصور سلمي، احنا نحبوا على نقلة نوعية على المستوى الاجتماعي. اللي الحكومة هذه يقولوا انتم معارضة ديما داخلين في الحكومة. وانتم تحطوا العصا في العاجة كما في مقال رفيقي ما فماش عاجة تحطوا في عصا. لأنه فما درجة الدنيا من الكفاءة ماهيش موجودة. الدرجة الدنيا من الكفاءة خلال الحصيلة نتاع الحكومة السابقة خلالها حصيلة فاشلة فاشلة تماما، واللي حتى بالنسبة للحكومة هذه احنا نحبوا الحكومة هذه
لانه اهالينا شعبنا راهو عزيز علينا، معناتها لو تشوفوا الوضع الاجتماعي يتحسن. يا سيدي ما عادش موجود المسار هكا، ولا احنا الغايه نتاعنا كل مره يا سيدي اللي كان يتحسن وضعيه البلاد، كان نشوف المواطنين وضعيتهم كذا، كان البلاد تولد الديمقراطيه يا سيدي تم بطلوا احنا ما نشوفش، احنا نشوف بوادر مش باهيه، احنا نشوف في وضعيه هي ماشيه للانخراط، احنا نشوفوا في العنف، احنا نشوفوا في تفاقم الفقر، احنا نشوفوا في الشعب قاعد يعيش في وضعيه اللي هي ماشيه وتزيد تصعب، واحنا في المسار الديمقراطي الاجتماعي. احنا اختيار، احنا قناعتنا. اللي راه حتى اليوم الناس اللي يصلح وضعيه البلاد واحد، فما حتى حد عنده القدره باش يقول انا نصلح وضعيه البلاد واحد. هيك علاش تصورنا هو تصور جماعي، قلنا راهو اليوم نحاولوا نبداو في اوسع جبهه مدنيه وسياسيه ممكنه. يمكنها تعدي في ذات القوى وبامكانها باش تعطي حلول حقيقيه واقعيه للمشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه للمواطنين. الرساله اللي كانت اللي كان فما رساله قريب من غير ما نبدا في منطق الشعارات والدبش واللغه الخشبيه، راهو حتى عندنا الحلول الكل، وباش نحسنوا الوضعيه احنا عندنا العديد من الحلول. لكن الحلول هذيا احنا ما نجموش نبداو حد، يلزم اراده الناس اللي هما اللي يحكموا، ويلزم كذلك اراده جماعيه اللي تنجم تسمح لنا في اطار سياسي مدني جماعي باش نقوموا بعمليه الالقاء. انا ما نحبش نطول برشا، نحييكم مره اخرى ونشكركم على الانتباه، ونعطيك كلمه رفيقي كريم المزعم.